السلام عليكم. نقدم لكم نفسي السملالي ملاعب سلام من حفادة الشيخ سيد الرحال البودالي. انا تنصرح دابا امام الملاء بانه تنكتشفوا بانه هذا اللي تيقول رئيس الجمعيه دار على الشرفه وخذ التوقيعات ديالهم على حساب الفتح ديال الشيخ سيد الرحال البودالي، حتى تنكتشفوا بانه هذوك التوقيعات ديال الشرفه ضحك عليهم ودارهم في النصاب ديال الجمعيه واسس الجمعيه. حنا تنطالبوا دابا الشرفه كاملين بانه اسقاط هذه الجمعيه، باسقاط هذه الجمعيه، وتنطالبوا سيدنا نصره الله يبت ويوقف ويسهر على هذا الموضوع ديال هذه الشرفه، لانه سيدنا عطينا الحمد لله التقدير وعطينا ظاهر شريف نصره الله، وحنا عاش الملك. وبنشر واحد القضيه، سمحوا لي واخا طولت، حنا ولاد البلاد وكنا عايشين في البلاد، كل واحد عارف مقامه وكل واحد عارف المسائل ديالو. هذا السيد تنعرفوه بانه هو خدام في البلديه هنا كموظف عادي من سلم خمسه، تيتوشي الصالير ديالو تقريبا 3000 درهم 3500 درهم عنده، تبارك الله ما حسدناش، ولكن حنا بنا نعرفو عنده ثلاثه ديور، دار مقيم فيها هو من ثلاثه ديال ليطاج، مجهزة بالجليج بالقبس بلا موزيك بلا اتات فخير. عنده دار تيبني فيها دابا في بلاد دومين بلاد دولة بدون ترخيص وبدون بلان اللي تتجاوز مساحة ديالها 140 متر. عنده دار في سيدي الرحال في الشاطئ في كازا في تماريس. عنده طونوبيل سيارة من نوع داسيا اللي تتجاوز 100,000 درهم. حنا بغينا نعرفوا هذا السيد هذا منين ليه هذا الشيء؟ واش هاد 3000 درهم اللي عندك شهريه ولا 3500 شهريه هي اللي بغات دير كاع هاد الشيء؟ حنا بغينا نناشدو سيدنا نصره الله يبت في هاد الشيء ويعرف ويقول لي ويبين لنا الحق. حنا راه مشى الشرفه حقهم، راه الشرفه ظلموا، راه الشرفه تهانوا، راه الشرفه بزاف دازوا عليهم ديال التهديدات، وهاد الشيء راه بزاف. وراه كانت الحمد لله كاين مسطره ديال القانون اللي ديجا شرف الله يرحمهم اللي كانوا تابعين هاد الشيء في المسطره القانون، وكان تيغري الناس بالفلوس وكان تيهددهم وكان بزاف. هذا الشيء انا يلخصته في بعض الكلمات، واسمحوا لي وشكرا وعاش سيدنا نصره الله. السلام عليكم ورحمه الله. تنقدم لكم راسي محمد بن عكوش، انا من حفاده سيدي الرحال البودالي ود البلاد. انا هذا عمر بوقنطار اللي تيصلح هو بهذا الشيء في هذه الفيديوهات، تيقول 25 سنه هو رئيس جمعيه. هذا رئيس جمعيه نهار الساتو تكونت، ما عمرنا حنايا حضرنا شي جمع عام ولا جمع ادبي ومالي تقرير ديالها. وانا تنطلب منه تيقول لي انا 171، انا سنيت ليه على قبل بويا رحال باش يتحل جدي، وهو زيد هالمسائل الاغراض ديالو. هو كموظف بسيط في البلديه تنعرفو انايا تيشد 1500 درهم، 3500 درهم اللي تيشد. واش هاد 3500 درهم بيدرك بها هاد المشاريع؟ دار في تماريس في سيدي الرحال، طونوبيل، دار هنا، دار تيبني فيها هنا، جوج كريمات، و 3500 درهم، كاع ما تقدك انت شهريا كاع فوين سطون في ماربورو في القهاوي اللي تتقعد فيهم. وحنا تنطلبوا منك الحساب اصي عمر، حنا عطينا حقنا، راه ما تنطلبوش منك شي حاجه، والشريف للشريف راه رحمه. حنا راه هنتينا ورديتينا شي مكاره ورديتينا طلابه ورديتينا ما تنسواوش، وتيجي الوفد الملكي واللي تتوقفوا تتوقفوا وتتوقفي المجاديب وتتخلي الشرفه تتعينهم. واش هذا حق عندك ها ولا باطل؟ واش انت درستي هاد الامه كامله تغيتي عليها ها؟ ورينا حنايا منين جبتي هاد الشيء. حنا راه ما تنطلبوش منك شي حاجه، الله يزيدك لا كان ديالك هاد الشيء. حنا نزل معنا هي الحسابات، عطينا حنا هي ديالنا، راه ما تنقولكش عطينا شي حاجه من جيبك، وانت تتغلي الناس وتتعطيهم ديالهم وتتقول لهم هاكوا الشرفه وتتديهم معاك، مولا 50 درهم مولا 100 درهم، وانت راه مستفدي من هذوك الناس اللي دايرين بيك، ربعات الناس ولا سته الناس اللي كاينين انتم في الجمعيه راكم مستفدين. حنا راه ما مستفدين والو، راه ما بان والو. وانا راه تنشد محمد السادس نصر الله، تنشدو انا يشوف في هذا الميل في الله يجازيه بخير. الشرفه راه دايرهم فوق راسه،
وهذا الشريف حنا راه درنا تحت صباطو لتحت وعاش الملك وانا من هذا المنبر تنش تاني محمد السادس الله يعينه والله يحفظه والله يحفظ الاسره العلويه. انا راه تنشدو من هذا المكان حنا راه تغى عنا هذا السيد وتكرفس عنا وتكرفس على الشرفه كاملين. وانا راه تنهضر من هذا المنبر على خوتي الشرفه كاملين علاش نهضر. والسلام عليكم ورحمه عمر بوقنطار عمر بوقنطار وضبل الفضالي رئيس جمعيات حفادات صيد الرحال اللي تيقول هو 25 سنه ما عندها لا تقرير ادبي ولا تقرير مالي ولا والو ما عمره ما نزل معنا للحساب. وتنشدو انا من هذا المنبر انا تنقول لي انا تتقول لي انا مسيني ليك انا راه ما مسينيش لك على قبل الجمعيه مسيني لك على جدي باش يتحل باش يتحل. انا راه ما مسينيشك على الجمعيه ولكن انا مسيني لك الجمعيه اعطيني تقرير الادبي والمالي والحضور ديالي انا في ضمن 171 واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.